وللحديث عن الحملة ينضم إلينا الناشط موسى رحمة الله من بغداد. أهلا ومرحبا بك. حملة إنهاء الإفلات من العقاب بدأت تتسع رقعتها شيئا فشيئا، أكثر من 20 مدينة داخل العراق وحتى خارج تشرين تقود مسيرات للتذكير بدماء الناشطين والمحتجين، لكن الجديد هو تبني إصلاح القضاء ومخاطبة المجتمع الدولي، تتوقعون الرد؟ تحياتي لك سيدي الكريم وتبي الرحمة لشهداء تشرين. وبالحقيقة أول شروط من شروط الانتخابات التي وضعتها تشرين هي محاسبة قتلة المتظاهرين، وهذا الشرط الأساسي للمشاركة في عملية انتخابية نزيهة وحرة وديمقراطية. بالتالي ما ممكن أن نذهب لهذه الانتخابات لولا هذا الشرط. بالتالي الحملة التي أطلقت من الصحفيين والفاعلين والمدونين هي حملة لتثبيت الشرط من شروط الانتخابات. نبحث عن عدالة حقيقية، نبحث عن عدالة انتقانية تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي. هذه العدالة المفقودة منذ 2003 إلى الآن، عدالة ذهبت تدريجيا واختفت. الأجهزة التحقيقية أصبحت مشابهة لأجهزة النزاهة في العراق، فعندما أتكلم عن هنالك إخفاء لحقائق وتغيير مسار التحقيق من أجل نفاذ القتلة ونفاذ من ارتكب هذه المجازر وارتكب هذه الجرائم من العقاب ومن القانون. نعم. فالحملة مستمرة، وهذه هي موجة واحدة من موجات الغضب الساخنة التي ممكن أن تتحول إلى احتجاجات كبيرة ستشمل أكثر المناطق العراقية، وستكون هي البصمة التي تضع على هذا النظام الموصوف بقتل الناشطين وقتل الرأي العام وقتل الصحفيين. بالتالي الحملة تخاطب الدول الداعمة لهذا النظام السياسي بضرورة وضع الأولويات الأولى بمعالجة هذه المشكلة الداخلية، وأن لا تدعم هذا النظام السياسي من أجل عدم ارتكاب المزيد من القتل وبلا عقاب. هناك جهود تبذل لتدويل ملف اغتيال واختطاف الناشطين وفتحه أمام المحاكم الدولية، هل ستنجحون بذلك؟ منذ فترة طويلة المنظمات الحقوقية دونت أكثر من 30 تقرير حقوقي يشمل الانتهاكات التي حصلت منذ انطلاق احتجاجات تشرين الآن، متضمنة الاغتيالات والقمع الحكومي وعمليات الاستهداف الممنهجة، وهنالك التحريض السياسي ثم أصبح التحريض المجتمعي، وهذه المنظومات التي تقود لتصفية معنوية قبل أن تحصل التصفية والاستهداف والقتل. بالتالي هذا كله موجود، وبدأت الآن خطوة أخرى في تقديم الشكاوى في محكمة باريس، وهنالك تحرك قضائي باتجاه بعض المتسببين بهذه المجازر وبعض المشتركين والمتورطين في دماء شباب تشرين ودماء الفاعلين. هنالك أكثر من 80 شكوى حسب ما مطلع عليه أنا ومراقبة بشكل جيد، وهذه الشكاوى ستستمر وسيلاحق القتلة في أي بلد وما هي الجنسية التي يمتلكوها، سنلاحقهم في دولهم في مناطقهم. القضاء والعدل والقانون يجب أن يسود، ونحن نبحث عن دولة عادلة تؤمن الحقوق وتؤمن الحريات. الناشط موسى رحمة الله، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.